وحذرت إسرائيل من أن يشكل ذلك هدية للنظام الذي وصفته بالمتطرف الجديد في طهران، وأن إسرائيل تعتقد أن الإدارة الأمريكية بصدد رفع جزء من العقوبات المفروضة على إيران لقاء تعطيلها بعض النشاطات النووية. من مدينة تل أبيب ومن أمام وزارة الأمن الإسرائيلية تنضم إلي مراسلة i24 نيوز أحلام عثمان، مرحبا بك. بداية، ما هي المواقف الإسرائيلية وردود الفعل الإسرائيلية قبيل انطلاق مفاوضات فيينا؟ يبدو على أن إسرائيل غاضبة جدا فيما يتعلق بالمستجدات الأخيرة بشأن الاتفاق النووي الإيراني، وخاصة على أن زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إلى طهران. وفقا لإسرائيل، هذه الزيارة لم تخرج بنتائج، وأن إيران مستمرة بأنشطتها النووية وبأسلوبها، وهذا ما يثير الغضب بالنسبة لإسرائيل، وتحاول إيصال رسالة إلى الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بأن إيران مستمرة بأنشطتها، والمفاوضات في فيينا والعودة إلى الاتفاق النووي لن يحد من أنشطة إيران النووية. لذلك إسرائيل، ووفقا أيضا للتصريحات التي خرج بها نفتالي بنت قبل بضعة أيام، بأن لن يلزم إسرائيل أو الاتفاق النووي، وهي إن أرادت وإن لازم سوف توجه ضربة إلى المنشآت النووية الإيرانية. وأيضا فيما يخص التطورات الأخيرة بشأن الاتفاق الجزئي، نعم، بهذه النقطة لربما هناك سؤال، يعني بالمصادر المتحدة كان هناك رفض بالنسبة لإسرائيل بأن يكون هناك اتفاق جزئي مقابل رفع بعض العقوبات الاقتصادية عن طهران مقابل وقف نشاطاتها النووية أدهم. أحلام، إذا كنت تسمعيننا بالطبع، يعني بحسب الأنباء الواردة وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، ماذا تقصد إسرائيل بالاتفاق الجزئي؟ هل هي تريد أيضا إقحام ملفات أخرى تتعلق بصواريخ باليستية، الخطر الذي يعني تشهده إسرائيل أو ربما التي يعني تقع على الحدود الشمالية، إن كان التواجد الإيراني في سوريا، ملف أو الصواريخ التي يمتلكها حزب الله في لبنان؟ بالنسبة لإسرائيل، يجب أن يكون هناك اتفاق يحد طهران من أنشطتها النووية ومن برنامجها الباليستي، وأيضا فيما يخص أيضا أذرعها المتواجدة في العراق ولبنان وغيرها على مقربة من حدودها. لذلك هي لا تؤمن في الاتفاق النووي الموقع في السابق، لذلك تريد أن يكون هناك أيضا بنود تخص برنامجها الباليستي، ولكن هذا الذي ترفضه أيضا طهران، ولا تريد أن يكون هناك أي بنود أو شروط تحد من برنامجها النووي والباليستي. لذلك إسرائيل بالرغم من محاولاتها وحث الولايات المتحدة، وأيضا رأينا على أن كان هناك رد فعل من قبل إسرائيل عندما أتى مبعوث الولايات المتحدة إلى طهران بشأن الملف النووي، كان هناك رفض للقائه من قبل بنت. هذا يدل على أن إسرائيل ليس لديها رغبة بأن تعود الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال إلى الاتفاق القديم أو لاتفاق جزئي ينص على رفع عقوبات معينة دون أخرى مقابل إيقاف بعض الأنشطة النووية، ولكن إسرائيل تريد أن يكون هناك تجديد للعقوبات على طهران وإيقاف أنشطة النووية مقابل الحفاظ على أمنها القومي. وصلت الفكرة، أشكرك جزيل الشكر مراسلة i24 نيوز أحلام عثمان المتواجدة أمام